لا تستطيعون أن تتعلموا بالتطبيق كما تعلمت نساء السلف. كيف تعلمت نساء السلف؟ كان كنا يسمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن في الصلوات الجهرية وفي خطبة الجمعة، وما كانت النساء يجلسن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعن منه ثم هن يقرأن عليه. لعلك فهمت. طيب ماذا عندك؟ هو هذا هو الصواب، والذي فهمتيه من الكتاب لعله من قصة عمر الخطاب ما ابنتي علي وهي أم كلثوم. لكن هذا بعد أن طبع كتاب مصنف عبد الرزاق، وأنا كنت نقلت القصة من كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري. ثم لما طبع مصنف عبد الرزاق ووقفت على إسناد القصة منه، فتبين لي أن الإسناد لا يصح، ولذلك فقد رفعت القصة من طبع الجديدة من كتابه سلسلة الصحيحة. وفي كبارة سؤال يا شيخ، ما حكم الإسلام في الخروج إلى رحلات مثل تجاربه في المحل، يعني سؤاله في المحل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فما زين هاي برجع لقيد الحياة، فمقابل ذلك أراد أن تدفع مبلغ من المال، فنقول 10,000 دينار أو 15,000 دينار، يعني هل هذا الأمر شرعي؟ ليس بشرعي. نعم. وين ساعدك؟ ما يجوز ولا يساعدك. لا يجوز، لا تعي كلامك، لا يجوز. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.